تقول: إذا نويت بالصلاة لوالدي أو لوالدتي أو لأحد أقاربي أو لزوجي، هل يجوز أن أصلي لهم بعد وفاتهم وأنوي الثواب لهم؟ جزاكم الله خيرا. الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، لأن الصلاة عمل بدني تكون للمصلي أجرها وثوابها، وللمصلي أن يدعو لمن أراد من أقاربه الأحياء والأموات ومن المسلمين أن يدعو لهم في الصلاة وفي خارج الصلاة، وذلك ينفعهم، كما قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: استغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات.